أكثر من 300 دار نشر من 21 دولة، يعرض بالمعرض تقريبا 1 مليون عنوان. هناك العديد من الفعاليات الثقافية على هامش المعرض، تصل إلى 80 فعالية راح يكون بها مشاركين مئات الضيوف من داخل العراق ومن خارج العراق ومن جميع محافظات إقليم كردستان باللغتين العربية والكردية. الثيمة الرئيسية للمعرض، فعاليات المعرض، هي عن الهوية. اليوم عندنا مجموعة فعاليات، تقريبا 5 فعاليات باللغة العربية وباللغة الكردية، وهناك العديد من الضيوف المهمين راح يكونوا متواجدين. الناس دا تحب الكتب عندنا هنا، يعني أنا أعرف ناس كثير من المثقفين يردون يعني يطلعون على العناوين وعلى الكتب الموجودة هنا. واللي شفته لحد الآن، أنا شفت يعني شيء محدود من بداية المعرض، إن شاء الله يبشر إنه أكو أشياء مفرحة بها. يعني قصدك شيء محدود من ناحية قدوم الناس؟ لا، أنا اللي شفت أشياء محدودة، يعني شفت جناح، يعني بعد ما شفت كل اللجنة ما طلعت. أنا يمكن واحد من الناس يجي 6 أو 7 مرات هالمعرض إلى أن ينتهي. قصدك يعني ما شفت المعرض كله، ما شفت كل الدور؟ أنا بعدني ما شايف كل اللجنة وما شايف كل المعروض، وما راح أشوف كله لأن هي ما شاء الله عدد كبير، ما أعرف العدد إيش قد. لكن أنا اللي مواضيع اللي تجرب نظري هي اللي أهتم بها بصراحة. احنا دار التطوير العلمي من بغداد، ماخذين عدة وكالات، من ضمنها 2 لبنانيات، دار العربية للعلوم ودار الآداب. عندنا دار الكلمات من الكويت، دار جامعة حماة قطر. مشاركتنا مشاركة الثالثة أو الرابعة هنا. معرض يعني الحمد لله التنظيم أكثر من السنوات الماضية، نسبة الجمهور أكثر أهم. يعني نحن كل سنة تقريبا بنشارك بمعرض إربيل من بدايته لهي السنة، ومشاركتنا السنة بتختلف عن السنوات اللي قبل، لأنه مدخلين عندنا فرنسا، كتب فرنسية، وعندنا إنجليش أكيد، والكتب العربية موجودة لجميع الأعمار، ومركزين أكثر شيء للأعمار الصغيرة، يعني عندنا عدد كبير. يعني الكتب تخصصكم أكثر شيء عن كتب الأطفال؟ صحيح، عندنا كتب الأطفال عدد كبير، وعندنا بعض الكتب أكيد للكبار موجودة، بس أكثر شيء للأطفال.